بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وادي قديد ومن هالمشهد الصعيد. ما شاء الله عليك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. مشهد طويل طويل طويل، ويبغى عزم ويبغى قوة، يبغى فن، يبغى سواقة، يبغى كيف الحال. زي ما تشوفون صغيرين تحت لكن كذا طبيعي. ان شاء الله منو هذا الناشري. عليه يا ربي استر عليه. قرب من هنا، قرب الدرب الجديد هذا على بالفرد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مراد ومراد يطلع بدون دبل، نسي الدبل في البيت، رجع ركبه مع سعيد، سعيد قال له لا الدبل ترى كان ورا، فرجعوا شغلوه. ايوه، وعشق قدام كويس، كان راب مع الشقريوس لكن الحمد لله. ما شاء الله مركبوني معاك ليه انا ما ادري، ايش تبغى ابهم ايش تبغى. تبغى بهذولي معاك؟ تعال منها من الخط اللي جنبي ذا. يا الله مو بهذاك الخط، هذا خط العوائل. ما نبغى خط العوائل يا عيال. عطوني جهاز يدوي ذا معاكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الف جي. نبغى من جنب الشجرة يا اخواننا، ما ينفع ذا الكلام. اها. هذه اللي ابغاها، هذه شوف شلون جنة هناك راح. اضرب علي كذا ويا برونكو. ما شاء الله تبارك الله. لا تستهون، لا تستهون يا هيمان. ايوه طبعا يجربون من الجنب هذاك. معك جهاز يدوي يا عيال؟ وش اجهزتكم؟ والله الفريق خرب يا عيال، والله خربتوا يا عيال. ناشري ويقرب علينا ويجي عندنا ويقول انا جايك يا ابو فيصل، ولكن انا قلت له باقي لك 3 متر. ايوه 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 المتر الاخير عندما يقترب ياكل البنزين. اسمع فضل القر وسيب السيارة ترجع. قوية قوية هنا، هناك جاي ينصب عليها سلطان يقول لي رحت من القوية اللي هناك. قلت وين القوية؟ قال هذيك الطيب. صح 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 مضبوط كلامك، انا اشهد صحيح كلامك. نسيت الستاند حق هذا الليله بنكسر يدي من التصوير. وينطلق الناشري مره اخرى، ياخذ المسار الايمن وما يدخل المسار الايسر ويقترب الينا. وما ظنيت يا ناشري، ما ظنيت البركه يا ابني يا ولد. وحش يا وحش، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن هذا أبو ركان، أبو ركان يرفع العلم السعودي ويتقدم، ويظهر أن الكفرات عندك يا أبو ركان ما هي مضبوطة. استر عليه استر عليه. من هذا؟ تعال هنا تعال هنا. ربي يا ربي، من هذا يا فر؟ خلاص يا طبل عدمنا. ايه ما شاء الله تبارك الله. قول لهم لا تحفرون يا شيخ، الاخبار يرجع عليه.
ابو عبد الله ومتوشح الاعلام السعوديه ما شاء الله تبارك الله. ابو عبد الله عليك ان شاء الله تبارك الله. في سيارات واقفه هناك ما ادري ليش. ومن هذا؟ بس 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 اجى الغبار علينا يا شيخ. يا ولد وحش يا باتر وحش يا ستوك ما شاء الله تبارك الله. ولا يهمك ولا يهمك ولف جي ما شاء الله يجربها ثاني مرة ويقرب من عندنا ولا ما يجي يجي ويغير الاتجاه ويتقدم. وحش يا ضيف الله استر عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. وحش يا اخي قول لهم من عند الشجره يمين مو من يسار الشجره. ايوه من هنا ابغاه يشد مو من هذا من جنب ذا من عند الهفال. استر عليك ربي وحش. هفال اين تذهب هذا المساء؟ ابو ركان المتر الاخير. هلا والله كم الهواء نزلوا شويه ترى هاي صعبه. رانجلر اخونا عبد الله ما شاء الله تبارك الله خليه يوخر من المطلع هذا ما ينتبهوا له اللي طالع ما يشوف. ابو عبد الله يتقدم ولكنني أريدك من جانب الشجرة وليس من هذا الجانب. ولكن يلا عليه يا ربي ما شاء الله تبارك الله. مراد يا مراد شغل الدبل يا مراد شغل الدبل يا طقمة الطقوم اللي ما تعرف للدبلات. امنوا ها استلم ها يلا. واضحة السيارة قوتها ما فيها دبل. كم يعطي اللفة؟ ها؟ وانتو ركاب؟ خمسة؟ استر عليه استر عليه يا رب. يلا يخسك.
تشكل بالدركسون ليه؟ جوج جوج لعب بالدركسون يمين يسار تردد ما يدري وين يبغى يروح. والناشر يتقدم وما يتراجع مرة أخرى، ولكن قال أنا بطلع من قدام الشجرة. قالوا تعال بس احنا نبغاك من الجنب الثاني وليس من الشجرة. يلا يا ولد محمد، قال اطلع من قدام شوية. حسوا على صوت تحت. ويجرب مرة ثانية محمد من نفس المكان. عليه ربي ما شاء الله تبارك الله. سلطان اليوم نياسين كذا مكتسح المكان ومسيطرين على هذا الطعس، انه طعس النياسين كلهم مزورين. طبلة اللي لا انت نافع طار ولا طبلة. هنا ارجع ريوز يلا. مع نفسك مع كفراتك الجميلة. عود ايش ده يا سعيد يا اخي، تقوم دربهم علمهم. مراد هذا ابغى الا شويه هناك. من هذا ابو ركان اسد، طلع زي الاسد. عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. الا بجد هنا لا اذا ما تنزل هواء المترين الاخيره تتفاهم معاه. تنجح معه فرد. استر عليه ربي ما شاء الله تبارك الله. اليوم ما شاء الله العالم والجو محلو في قدين. Mm-hmm.
الكهرباء طحت بذي. الله ابو عبد الله كما عودونا الناياسين يعملون حلقات حلقات ويطردون الامريكي من جنبه ويتبادلون الاحاديث ما شاء الله. هذا اللي حب يطلع عندهم ثاني كمان هذا بيروح الخياب يسولف معهم يقولوا ما انا كان عندي كذا لا فقد زعلتهم يا فتى ولا يضحك ينظرون له بحسرة انظروا إنهم هنا هؤلاء يستمتعون بهذا الهواء العليل ويبردون السيارات ويزعلون لو ما يجيهم واحد جاك البقي إن شاء الله تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويأخذ عليهم لفة ويشوف وضع النياسيين قالوا له احنا كل شيء تمام بس عندنا في كفرات نسمت وفي سيارات تحتاج تبريد فقال لهم طيب أي خدمة قالوا له نشكرك يا أخنا أخونا البكي يجيك والعيد علينا يجيك وعوزك وتغلط ويخيم عليهم الظلام وتأتي المغربية استر عليك يا عبد الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويأتي النسان كي يلتحق بأخواته وأخوان أخوته أخوته معلش أيوة سوف يفصلونك من هذا المجتمع النيساني. أنا قد علمتك وأنا مالي شغل وأنهم يحقدون عليك ويناظرونك من هناك من بعيد. أيوة بس لا خلاص خلاص طاحت وسوف يسحبون عليك التصريح. شوف وقد غادروا وقد غادروا في ايه في غضب يا ياسين الله العظيم حكايتكم حكاية لا وأبوكم مو في النداوي تمام وكنتم تلعبون زي ما تبون ولا صار أبوكم هنا هاوشكم تخافوا. أبو عبد الله عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. عبد الله ما ادري ايش بيسوي. يا عبد الله بتجي من هنا صعبة.
يقتلونك قتلا ويضربونك ضربا مبرحا. تبارك الله ما شاء الله، كان بيطلع من هنا يوم شافني قدامه وأخر عني. خلاص من يلعب يزحف الموتر فيك اعرف انه ضاع العزم عندك نصه وراح في الهواء. المشد مو سهل يا جماعة الخير، طويل، ولو راح الدركسون منك يمين ويسار افترت السيارة. خلاص هنا انتهى موضوع العزم. مجتمع الناسين، وهذا الناسين المجتمع الاصغر يعدون من عندهم يقولون كيف الحال، وراح الامريكي يفزع لهم، ما ادري ايش يفزع لهم يسوي لهم. ابو عبد الله، ما ادري عبد الله، ما شاء الله. يستر عليك. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا عبد الله، يعطيك خير ويكفيك شره يا رب. جود وين الخط يا ولد؟ عفست الدنيا عفس. ليش كذا العزم؟ ليش العزم كذا؟ ماني شايفه زي اول. يلا فدا ولا يهم. ويعود ويعود ويكسر العود. ليش ايش فينا اليوم؟ معليش. أبو ركان، ولا يهمك، أنت جيت كذا قربت مرة صعبتها. شوف متر زحفت عن الخط. يلا ولا يهمك فدا. ضيف الله يا ضيف الله، حياك الله يا ضيف الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. انا ارحمه شوي. يا رجل دش اخذنا دش. ولا يبك ولا يبك. على هونك على هونك. ايوه فرد. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يلا برونكو والجمس والنيسان، ونقفل التصوير النهاري. الباور عندك شديد، بس الظاهر ان الكفرات يبغى لها تنزل شوي. برونكو
شاء الله عليك يا أيمن، الله يبارك لك يا رب. يلا يا شباب سعيد صي عليهم قول لهم يلا. ايوه ولعت النور يا ابو راكان، اداك باور زياده. ايوه شفت الضاد كيف انا على الكلام ما شاء الله يا جمس. ما ظنيت ولا يمك ولا يمك فدان. ومع هالجمس مع زمن الطيبين نراكم إن شاء الله في مقاطع أخرى. تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح نشوف المجتمع هذا، نشوف أي السنة معنا شوي. المجتمع الحيوي، المجتمع شو أقول لكم، الحراري، تمام، المجتمع الكفرات اللي تفسخ هنا. شوف نختم معاه، مجموعة نيسان في البداية ما هم راضين يستعينون بأي سيارة أمريكي، شافوا نفسهم عليه، ولو أن بعضهم قلوبهم أمريكية وبعضهم قلوبهم تيوتا، ويجون يهيطون علينا. ما في إلا هذا مكينة بلد، شوية أشياء بسيطة معليش، ولكن سوف نرى. هذا أبو عبد الله يقدم الخدمة لهم، تمام، طبعا حيشكرونه بعد كذا، والاسبوع الجاي بيهيطون على امريكا، تعرفون مجتمع نيسان. هي مجتمع نيسان لكن لازم يفزع لهم في واحد مع امريكا، هذا اهم في الموضوع. لو من تعاون ما دلوا، ايوه ما يخالف احنا نعرف هذا. شوف ذاك يشرب مويه ونب... عيد انا اسال اربط عيد خلنا نشوف ايش سوي. بالله قاعد تكوي ملابس انت، عيد بالله عيد. ناظر يا ولد هذا يكوي قاعد. دخلنا ما ادري عنك راي ولا مكوج انت ولا ايش. طبعا شوفوا التيوتا ياخذ جانب، يعني واثق من نفسه، ما يبغوا يختلطون مع بعض تصير مناوشات، لكن احنا نبعدهم دائما، نفرقهم عن بعض. لازم اقل شيء مترين، خلي مترين بين تيوتا ونيسان حتى لا يتهاوشوا، مشكله ذول. تحياتي لكم، نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.